المستثمر اجنبي وجيت حبيت اخد مترو من المترات ده شغاله واكسب منه، مش هاخده منك. طب انت مكلفه 40 50 100 مليار 80 مليار 200 مليار زي ما انت مكلفه. طيب ما انت اولا الناس لازم تعرف كلها ان ده ايه يا كامل؟ جاي ايه؟ قرض. قرض يعني سلف. والحكايه ان لما كامل اللي كنا بنتكلم في الموضوع دوت هو بياخد الجانب الجميل، الجانب الجميل اللي هو يا دكتور يعني ان احنا نخلي التذكره ما تغلاش. وانا ببص على التجربه ان لما تكمل الفكره كانت كده في الخمسين سنه اللي فاتوا، كان مترو حلوان يا كامل جيت طلبت مني 25 مليار جنيه ولا انا نسيت يا دكتور عشان نرفع كفاءته. قلت لك يا كامل يا وزير يعني انتوا جاي لي دلوقتي والمترو ما بي... لو يعني اسف يعني ما بيجيبش تكاليف تشغيله، مش تكاليف الاصل الاصلاح او كده او احلاله. انت عايز تغير العربيات وغير ده ال 25 ده ساعتها. لو النهارده احنا هنتكلم على 50 60 بقى، ولا انا مش واخد بالي يا كامل؟ تمام يا فندم. طيب انا بقول كده ليه؟ لان دايما النقطه دي محل نقاش وخوف من الايه؟ من ايه يا دكتور؟ من المسؤولين والحكومه. طب انتوا فرحانين ان كنتوا افتتحتوها جميله؟ ولا المهم انها تفضل جميله يا كامل؟ تفضل جميله عشان تفضل جميله يبقى التشغيل بتاع تشغيل ايه؟ مظبوط اقتصادي. طب الكلام ده تقوله وانت داخل بتقوله في انتخابات؟ انتوا عايزين دوله ولا عايزين اي حاجه؟